بالنسبه للخضره كاين واحد الانخفاض ملحوظ في الخضره بالنسبه للخضره على الايامات اللي فاتوا. الحمد لله كاين واحد الانخفاض اللي هو من الموس، خضره كامله غاليه وكترجع للور شويه. بالنسبه للمطيشه هي اللي باقا مازال شاده شي شويه في الثمن اللي غاليه. بالنسبه للمطيشه الغله ديالها انا في هاد الوقيته كتكون شويه مع البرود ما كتبيش الطيب مزيان، والعامل ديال التصدير توا كيغلي شويه مطيشه. بالنسبه للخضره الثانيه كلشي الحمد لله راه غاديه في انخفاض وغاديه في يعني ثمن جد مناسب كاع في هذه الايامات مؤخرا هاد اليومين الاخرى الحمد لله راه غاديه في انخفاض. بالنسبه للعامل ديال الغله ديال الخضره غادي جا نتيجه عن عن, عن قله الامطار والجفاف اللي عرفته بلادنا في هاد السنين الاخيره، وكنتمنى ان شاء الله يكون موجود في هذه الايامات المقبله ان شاء الله، وترحمنا الله سبحانه وتعالى بشي رحمه ديال الشتاء اللي غادي تنسينا في هذه الغله اللي فاتت وفي هذا الشيء اللي فات. الخضره موجوده الحمد لله، كلشي الخضره الحمد لله موجوده، كلشي موجود الحمد لله. البصله ثمن زوين، ثمن 110، من 110 حتى ل 115. الخضره داخله كامله موجوده، بطاطا موجوده طاحت شويه، مطيشة اللي طالعة دايرة 5800 5600، والخضرة الحمد لله موجودة. تتبع حنا مخلطة، تتبعش كل حاجة بوحدها، تتبع كل حاجة مخلطة، وهادشي اللي عطا الله ودا صديق. لين زكان ماشي هو العيون، لين زكان تتبع كل حاجة بوحدها، هنا العيون تتبع تبع شي على شي مخلطة، بحال البطاطا بحال المطيشة بحال البصلة بحال هادشي، شي تشير طالع شي هابط يكون تبع يتقاد داكشي الثمن ديالو، هادشي اللي كاين. وقلت الخضرة من الماء من الجفاف، ولا خلا الخضره ما كايناش، والحمد لله خير دابا موجود في العيون. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.